الله وصلى على سيدنا محمد. هذا في الزمانات بقى معي قلاب، والقلاب عارفينه حجمه وكبره. كم راس؟ لا ست روس. لونه رمادي عشان يكون دقة في الإعلام. فقدام السيارة صغيرة، فبزمر له للقدام الشخص. فهو إيش؟ اتنفرز من الزمور. طولت بالي عليه بس بمشي شوي شوي، وأنا مستعجل والطريق ذيق يعني كلها صدفة للنفرزة. عاود زمرت له. كنت محمل ولا فاضي؟ لا فاضي الحمد لله. فشوح لي في ايده هيك لغتنا السائقين نعرف يعني، ما خلى لا اخت ولا اشي. انا زعلت يعني، زمرت له بغل وقلت له صف على اليمين. كل هذا في ايده؟ كله في ايده. اللغات لغة الخرسانة يا لا هو عشان المستمعين. زمرت له واشرت له هيك بيدي انه صف هو قدامي. فالزلم صف، انا لسه صفيت ورا. ساع بنزل انا، هو الزلم اللي هو حبته قليله هيك خفيف اللي هو تحتيه، انا بنزل بالله بتطلع فيه هيك بقول يا باي مقبره. لسه في درجتين لسه ما وصلتش. تفتح الباب وفي درجتين، تنزل درجه تمسك في الباب، في كمان درجه بتنزل الارض اللي هو ايش تحتيه الزلمه. اللي هو الزلمه طلع من صاحب نكتي يعني، هاي الكلمه امتص غضب شوي. اجيت عليه بقول له انت يعني شو مفكر حالك يعني بتسب وتأشر؟ لو بقول له انا مفكرك زينا. حول ولا قوه الا بالله. بقول زينا زيك بس مش هالكلمة. انا عاد هان عرفت انه الزلمه دمه خفيف صاحبنا. قلت له يا عمي حقك علي، ها بوسة راس وانا اسف حقك علي. الا بقول لي روح ثاني دور تعب.